بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. في إطار حديث الثلاثاء، هذه تجربات بعض الطلبة الجامعيون باستعمال بعض الآلات، سيتم تطويرها فيما بعد إن شاء الله لتصبح صغيرة أكثر، مثل نظارات أو شرائح من هذا الإطار، للولوج إلى عالم الميتافيرس، حتى يتمكن الإنسان من الانتقال إلى هذا العالم في الزمن الفعلي الآني. وكانت تجربة ولوج إلى عالم الديناصورات تحت إشراف الدكتور سيف السويدي، الذي أتى خصيصا من ماليزيا ومن مقر سكنه بتركيا ليقدم محاضرة في هذا الموضوع. مشاهدة ممتعة. زيد شوف السماء في الأرض. أصوات زيد وصف دقيق. تسميم مغربي وصفي Thank you.
حددي بصوت عالي. كان طرف، كان المحل كان وسط من غابة، محل أدوات، كان قدامي قدام عصا، يلا حلقي. وما نقدرش، وقفت بس قدام راسي، كيف حالك؟ كيشوف قدامي، كيشوف شوية أنا، وأنا كنحس براسي بحالي غابة. هو كان هنا في الجزم، أنا غادي معاه بزاف. رفعي الصوت. هو الشكل ديالو بحال كامل كري، عيني قويين. باغي عندي. عرفتي سنان، عرفتي داك الشيء ديكو بزاف دابا ورايا. انا دابا كنتحرك واخا ما كنحركش ليا، كنحس براسي بحال غابه، كاين فراشات، كاين بزاف ديال ها هو خرج لي بحال اخر، ويني نبدل الشكل ديالو، كيجري قدامي، كاين واحد الفراشه كبيره. المهم داكشي بحال كاين، انا دابا وسط من الفيلم بحال كنشوف قدامي، دابا دوك جوج ديناصورات كيضاربو مع بعضياتهم، وانا مبغيتش نتحرك، يمكن واقيلا باغي ياكلو بعضياتهم ولا دابا جا واحد اخر هجم عليهم كيعاون بحال صاحبي. بغا يحميه، صافي دابا جرى عليه، خلينا نقدر نقول حيت واحد كيطير والاخرين ما عندهمش جناوح بحال عادي، دايما صور عادي. انت بغون توصل؟ ما عرفتش زي بحال الزلزال، الارض كتحرك، رجليتها هما كيتحركوا، ما عرفتش. هذاك الديناصور كيشوف السما، يمكن البركان شي حاجه بحال ما عرفتش، كنشوف قدامي انفجر البركان، انا هي خدام. المهم الديناصور هنا كاين الارض البركان. المهم هناك غابه كبيره، ديناصور، سياره، تنين النائم من هو. نظرته تتوجه إلي. كما لو انه ينظر الي تماما. الله. عن وجهه. عاد ادراجه. كما لو انه يترقب احد. سيف سيف. جيت الله فيك ما يعطيكش امتحان سهل، عطاك امتحان سهل. في سؤال حول الموضوع؟ تفضل. عطاك امتحان صعب. عطاك امتحان صعب. النبوية التي كانت عند الإنسان ففجرها لكي يحجب الشمس عن الآلة، ظن منه بأن هذه الطريقة هي التي ستنهي عمل الآلة، لكن الآلة كانت ذكية فقامت بأخذ البشر ومعاملت لهم نفس الأجهزة وطورت مصانع كثيرة لإنتاج البشر في المختبرات
لماذا؟ لأن اكتشفت بأن البشر فيه طاقة كبيرة، لكن البشر إذا كان ميت لن يستطيع أن تشتق طاقة، فقامت بتركيب مجموعة من الأجهزة في على رأسه، وعملته في مختبرات صغيرة لكي يظل مستيقظا وهو يعيش في عالم وهمي. ذاك العالم كان اسمه هو ماتريكس، وكان الناس يعيشون فقط بعض الناس الذين اكتشفوا أن عالمهم ليس حقيقي، أنهم موجودون في مختبرات لكنهم يعيشون فقط في الآلة. وتلك قصة الفيلم، من يعتقد أن نعيش في الحقيقة أستاذ أم نحن في مختبرات عند الآلة فقط نستعمل الميتافيرس؟ كفاتيمة أشكركم أستاذ جزيرة، أشكركم على حضوركم. وقبل الختم استأذنوني أستاذ رئيس الشعبة بتقديم شهادة تقديرية ورمز على حضوركم أستاذ الشعبة أستاذ موصل أمام دير. مرحبا بك. طبعا الموضوع اللي ذكره الأستاذ موجود في الفصل الثامن في الكتاب، رصد الإنتاج الفني والثقافي والأدبي المتعلق بتقنية ما وراء التقليد الميتافيرس. فذكرنا هذا الموضوع أيضا عن موضوع ماتريكس واستخداماته، وقد نكون نحن في الميتافيرس أصلا يعني. في الميتافيرس نعم. تفضل أستاذ، معنا نستلم شهادة من اسميتو هذاك اللي نشوفوه انت برونتوزو جميعا على الحضور ديالكم، وكشرف لنا حضوركم. نتمنى بان اللقاء يكون مرة.